كلنا يعني بنتحمل مسؤوليه وعارفين قيمه طنطا وكيان طنطا، وكلنا نسعى لارضاء المنظومه كلها طبعا، بدايه من جمهور محترم لمجلس اداره جهاز لعيبه، هدف واحد والمصلحه واحده وهو الصعود باذن الله، ولا مفر من الصعود باذن الله، وهنجتهد وهنشقى في الملعب والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله موسم جديد علينا، نحقق الهدف بتاعنا، الهدف كبير اللي يرضي الجماهير ومنسوب النادي ومحبي النادي طنطا كلهم. احنا من البدايه حطينا هدف كبير، هذا الهدف بينطلق من سياسه النادي وهو الصعود لدوري الدرجه الاولى، ومع وضع التخطيط من خلال تخطيط جيد يقدر يامن النادي في جميع المستويات وجميع المنافسات. الاول بحب اطمنكم واطمن الناس واطمن الجمهور عن حراسه المرمى في النادي. انا كان عندي 4 اجوان السنه اللي فاتت، السنه دي دعمنا باتنين، ومعندي 2 ولاد النادي، احمد الشربيني جاي من بنها جون خبره جون كويس، وفي عبد شباره جايبينه من تلا جون كويس، وجاب ناس رجليها في الملعب يعني، واخده على المكان ده وعلى الدرجه دي. الحمد لله الفريق بيحاول يستعد افضل شويه من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كنا صاعدين من القسم الرابع، اول موسم لينا نشارك في دوري القسم الرابع وصعدنا اول مره، والحمد لله ربنا وفقنا السنه اللي فاتت في القسم الثالث، قدرنا باقل الامكانيات وبلاعيبه رجاله ومنظومه رجاله محترمه قدرنا ان احنا نتخطى القسم الثالث ومن من ما نوقعش يعني في شبكه الهبوط، رغم ان كان في 4 فرق كتير طبعا، 4 فرق نزلوا السنه اللي فاتت. السنه دي طبعا في مجموعه يعني قلت شويه العدد 12 فريق، ومجموعه قويه جدا، اقوى اعتقد كمان موسم اقوى كتير جدا من السنه اللي فاتت. يعني اتحاد الكوره بس بنقول له يعني يبص شويه الموضوع ال 12 فريق، ان ازاي 12 فريق ينزل التلت، يعني تنزل نزل 4 من 12 يعني تلت المجموعه بالظبط كده. احنا سمحنا في الفتره اللي فاتت دي عاملين حاجه مختلفه شويه، عندنا تركيز، مستعدين جدا من النار. ان شاء الله احنا جبنا اضافات قويه، تدعيمات في خط الهجوم وفي خط النص، وبالنسبه للمدافعين والاجوان خلاص اعتقد كده ان احنا بدانا نعمل التوليفه والقماشه المحترمه اللي احنا نبدا بها الموسم. والله هو تحدي قابلناه يعني في ظروف صعبه شويه بالنسبه بالنسبه للعيبه هنا، برضو جينا في مرحله متاخره شويه من قرب المسابقه يعني، فربنا يسهل. بنحاول نجمع القوام الفرقه اللي كان اساسي، وبنحاول نعمل شويه اضافات على قد امكانيات المركز. برضو ان شاء الله نتمنى للفريق الاول مركز شباب صملوط انه يصعد في الدرجه الممتاز بيه ان شاء الله السنه دي. عندنا قطاع الناشئين، عملنا قطاع الناشئين السنه دي بتشكيله كويسه جدا، وعندنا لعيبه كويسين جدا يفيدوا ويستفيد منهم الفريق الاول، ونامل الصعود للدوري الممتاز السنه العام القادم ان شاء الله. أنا توليت المهمة السنة دي من قبل مجلس الإدارة المحترم، بالأمانة وفروا لنا كل الإمكانيات السنة دي عن السنين اللي فاتت. بسم الله ما شاء الله عليهم، جبنا لعيبة جداد مع اللعيبة القدام اللي هم بتوع نادي البلاستيك، ونادي البلاستيك نادي كبير وعريق. إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل حاجة كويسة ونقدر ننافس إن شاء الله على الممتاز به بإذن الله. طبعا استعدادنا زي اي فرقه بتستعد لدوري جديد، دوري قوي. اعتقد ان دوري الدرجه الثالثه دلوقتي بقى في الجيزه وفي القاهره بقى قوي جدا، ويعني ممكن يكون مقرب من الممتاز به. في فرق كتيره، فرق كويسه، فلو انت ما استعدتش كويس وبشكل قوي مش هتقدر تجاري الفرق ديت. لكن احنا السنه دي الحمد لله رب العالمين، نادي جلدي من اول يوم تعاقد معايا، من اول ما تعاقدت مع النادي، وهم الناس عندهم طموح الصعود. فالحمد لله رب العالمين احنا لسه راجعين من معسكر بقالنا حوالي تقريبا 4 أو 5 أيام. الحمد لله رب العالمين شغالين بشكل كويس. السنه دي ربنا وفقنا في بدايه الموسم ان احنا تعاقدنا مع شركه هاتريك، بقت هي الراعي الرسمي للفريق الاول عندنا هنا في النادي.
الناس شغالة بشكل كويس، مش مقصرة في حاجة، بتحاول دايما بقدر الإمكان إن هي توفر كل المتطلبات للجهاز الفني. السنة دي الاستعدادات مختلفة تماما، سواء من الناحية الإدارية أو الجهاز الفني. الجهاز الفني على مستوى قدر إن هو طبعا يدعم الفرقة بعناصر مميزة جدا، سواء من الممتاز بي أو من الدرجة. فأنا شايف طبعا توليفة السنة دي والاستعدادات مختلفة تماما عن السنين اللي فاتت، فأنا حاسس طبعا دي سنة الصعود. بالنسبة لاستعداد الفريق الأول نادي الصيد، احنا بقالنا شهرين بنستعد بصورة كويسة جدا. الموسم اللي فات طبعا احنا قابلتنا صعوبات كتيرة، وقدرنا ان احنا نبقي بالفريق في القسم الثالث، والسنة دي ان شاء الله بإذن الله بالتدعيمات اللي احنا قمنا بها ان شاء الله هيكون الفريق شكل جديد بإذن الله. استعدادنا طبعا للموسم الجديد طبعا نادي الصيد استعدنا كويس الفترة اللي فاتت، عملنا فترة أداءات كويسة تخللها بعض اللقاءات الودية، الحمد لله أدينا فيها أداءات كويسة. نتمنى إن شاء الله إن احنا نبتدي الدوري أو المباراة مع نادي نجوم المستقبل، نتمنى إن احنا إن شاء الله نكسب إن شاء الله وناخد 3 بونت يدونا دفعة إن شاء الله في تحقيق الهدف اللي احنا السنة دي بنشتغل عليه.